أما فيما يخص الأوضاع العامة فكلكم كتعيشوها، اللي كتسم بغلاء المعيشة بضرب القدرة الشرائية من طرف هذه الحكومة، باللامبالاة بالأوضاع الفئوية، وكم نتألم على ما تعيشه الأسرة الصحية، الأطباء وليزانفيرميي وليزانفيرميير وليبيرسونيل الأدمينستراتيف اللي دفعوا هذه الحكومة، هي اللي دفعتهم يديروا الإضراب خمس أيام، والحكومة تقف موقف المتفرج على الصحة ديال المواطنين والمواطنات، بل أكثر من هذا، حينما أرادوا القيام بمسيرة سلمية حضارية في مدينة الرباط، السلطات العمومية تصرفت تصرف السبعينات، عاملتهم بالقمع، بتفريطهم بالوسائل اللي لا تليق بالمغرب، لا تليق بالمغرب الذي يترأس اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، لا تليق. فأريد بهذه المناسبة أن أجدد التضامن ديالي مع الإخوان ديال وزارة الصحة، وبأن نحن معاهم في المعركة ديالهم، وبالطبع البلاغات اللي صدرنا والاتصالات اللي قمنا بها من أجل الاستجابة للمطالب ديالهم اللي هي عادلة ومشروعة. كذلك هذه الحكومة ما باقي ما فهمناهاش، كتخلي حتى المشكل يتفاحل، عاد من بعد كتجي دير السابور بومبي. خذوا مثلا القطاع ديال التعليم، من بعد شهور ديال الإضرابات والملايين ديال التلاميذ والطلبة محرومين من الدراسة ديالهم، والحكومة نائمة ولا تحرك ساكن، ولاد الشعب كيضيعوا. حتى لواحد النهار عاد قالوا راه يمكن خصنا نتحاوروا مع دوك الناس، وعلاش ما ديروهاش من يوم الاول؟ علاش هذاك الوزير ديال التربية الوطنية ينوض يصوب قانون اساسي بطريقة انفرادية ويبغي يدوزو بارفونس؟ ما يقدش تكون. فكنبغي باش نحيي الاخوان ديالنا في قطاع التعليم على المنجزات اللي حقوها بقيادة الجامعة، كنا حيتي عليها واخا الصهدو، بقيادة الجامعة الوطنية للتعليم، واللي انتزعوا قانون أساسي جد مهم، نظام ديال التعويضات، ترقية داخلية مهمة، ولكن ضاعوا الولاد ديال المغاربة، لأن أولاد البرجوازية والمحظوظين راه كيقراو في ليزيكول بريفي، وأولاد الشاب مساكن تحرموا من الدراسة. فهذا يدل بأن النضال ثم بالنضال وبالنضال نستطيعوا نحققوا المطالب ديالنا، وهذا بحول الله وقوته ما ستقومون به في قطاع التكوين المهني. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.